حاولت نتطرق فيه بزاف المواضيع اللي منهم مواضيع اجتماعيه مواضيع زعما مختلفه. خذا لينا من الوقت عامين ديال الوقت، وهاد عامين واخا داز فيها ستريس داز فيها بزاف ديال التماره، حاولنا نساو هادشي كامل اليوم بهاد الفرحه ديال الناس وهادشي اللي كاين. اول مره تصدق البوم واش كاين كيختلف على السينجل؟ الصراحه الالبوم اليوم فرحه كبيره، حيت ما عنديش شي البوم في الكاريير ديالي، وجيت قاسمته مع الناس مع الحباب اللي حضروا اليوم. الصراحه هذه هي اللحظه اللي كنت كنتمناها من اول ما بديت الموسيقى. علاش اختاريتي باندانا؟ باندانا هي واحد تخيك اللي تتجي مع كاع لي ستيل اللي لبستيها، كتجي زعما مع الهيب هوب، تتجي مع الروك، مع كل شيء. هي تتعني الالبوم فيه بزاف ديال لي ستيل. بالنسبه هي هذيك صحراء تنعنيو بها يعني المسيره ديال الفنان ديال الموسيقى، وهذيك هي الصحراء. كاينه واحد الجمجمه كتبان تما، هذوك الناس اللي ما قدروش يكملوا على بزاف العواقب اللي تيحضروا في الطريق ديال الفنان. بالنسبه لذاك الحنش، هذاك الحنش هما ذوك العواقب اللي حنا استغليناهم باش ما يبقاوش عندنا حنا ضعف، رديناهم بوزيتيف. بالنسبه للسبعتون، الا قالوا لك شي ارتيست تبغي انك دير معاه دويتون، صراحه ما نقدرش نقول واحد. الا قلت واحد غادي نظلم بزاف الناس. انا عندي بزاف صحابي في الفن، منهم مهدي مزيين، منهم ايهاب امير، منهم بزاف المغنيين اللي تحت لي الفرصه انني نخدم معاه افيك اون بليزير. شكرا لكم، شكرا للحضور وتحيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.